مرحبا بكم اعزائي المشاهدين في قناه جلدي زاد في عدد جديد من حصتكم فافي كوك. اليوم راح نديروا السردين، نديروا طاجين السردين ونديروا معاه تحليه، نديروا معاه مخيطو، حاجه بارده حاجه تاع الصيف. السردين تاعنا راح نديروه قلت لكم طاجين، حاجه خفيفه حاجه تاع الصيف، تبدلوا شويه تنحوا هذاك الزيت والاخر وكاع معليش. حاجه الاولى السردين تاعنا لازم نمارينيوه، لازم الملح، فلفل كحل، زعيطرة، تسحقوا الكمون، تسحقوا فلفل عكري، مغرف تاع طوماطيش باطا، وتسحقوا الثوم. لاصوص راح نديروا لاصوص مع الطاجين تاعنا، لازم لنا حبه طوماطيش مسكرفجه، حبه بصل، وحبه طوماطيش حبه كومبلي. انا هنايا راني داير زوج حبات بطاطا قطعتهم ديروندال هكذا وطيبتهم نص طياب، انا راني موجدهم انتوما ديروهم نص طياب يكونوا واجدين. ونسحقوا المعدنوس. بون الحاجه الاولى نبداو نبريباريو لاصوص تاعنا، قلت لكم لازم حبه طوماطيش مسكرفجه، نزيدوا لها مغرف طوماطيش باطا، هكذا نزيدوا فلفل عكري، الكمون، زعيطرة، والملح، والفلفل الكحل. نزيدو زوج سنات تاع الثوم، هكذا نزيدو نعصرو نص حبة قارص، السردين يحب القارص، نخلطوا مليح. نزيدوا لها المعدنوس. سيو كثروا شويه معدنوس باسكو هذه راح نديروها صوص ومام طو نديروا بها السردين تاعنا نحشيوه، باسكو هذا السردين درناه نقيناه مليح نحينا له كاع الشوك يولي هكذايا. نشيو المعدنوس تاعنا مليح، هكذا كيما راكم تشوفو نديروها رقيق مليح. نزيدو معاه نص حبة بصل، نص حبة بصل كيف كيف نقطعوها رقيقة هكذا. قلت لكم هذه نستعملوها في لاصوص تاع الطاجين تاعنا ونستعملوها حشوه تاع السردين باسكو السردين راح نفرصيوه هكذايا. البصل تاعنا نقطعوه رقيق،
البطاطا قلت لكم قطعوها ديروا ندير هكذا وديروها نص طياب. انا راني موجدها راهي طايبه نص طياب ماهيش طايبه مليح هكذايا باش من بعد زيت طيب مع السردين تاعنا. حطوا البصل مع الطوماطيش. ونعاود نفكركم اعزائي المشاهدين، قلنا هاد لاصوص تاعنا واش نديرو فيها؟ قلنا درنا فيها حبه طوماطيش مسكرفجه، نديرو معاها الملح، فلفل كحل، زعتره والكمون، فلفل عكري، زيت سنه الثوم، وعصرنا فيها نص حبه قارص، درنا نص حبه بصل والمعدنوس وطوماطيش تاع الباطا ونخلطو مليح. هذه قلت لكم راح نستعملوها صوص تاع الطاجين تاعنا، نستعملوها حشوه للسردين راح نديرو. قلت لكم السردين لازم نطويوه مليح ونحولو الشوك تاعو، نخلطو مليح. دوكا هنا واش نديرو؟ لاصوص تاعنا راهي واجده، نديرو هاد كوتي، هاديك نص حبه بصل نعاودو نقطعوها كيما قطعنا البطاطا تاعنا، ديرو ندال هكذا يجو شويه خشن باش تشد روحها، ونزيدو طوماطيش تانيت دو ميروندال كيف كيف هكذا. نزيدو حبه طوماطيش كيف كيف دو ميروندال، تكون الوصفه هذه سهله تاع الصيف، تبدلوا شويه ماشي كل يوم الزيت في الاخر في السردين في الزيت مع السخانه هكذايا. نزيد نوريو لكم تاني راح نديرو مخيطو معاه. دوكا هكذا عندنا دو ميروندال تاع طوماطيش، دو ميروندال تاع البصل، وعندنا زوج حبات بطاطا طيبناهم قطعناهم دي روندال طيبناهم نص طياب. دوكا نجيبو الطاجين تاعنا نوري لكم كيفاش نديرو الطاجين تاع السردين، حاجة بزاف بنينة وسيوها على بالي بلي ماكمش رايحين تندمو. هكذا نحطو هاديك لاصوص من التحت فيها البصل والمعدنوس والطوماطيش والثوم، هكذا نغطيو كاع الطاجين تاعنا من التحت. دوكا نحكمو وحده سردين هكذا، نحطو لاصوص لاصوص اللي وجدناها هكذا، نحطو عليها واحده اخرى وحده بطاطا وحده طوماطيش وحده بصل كيف كيف. نعاودو السردينه الفارسيو ما تكترش بزاف غير هكذا شويه، نعاودو نحطو فوقو السردين كيف كيف، نعاودو البطاطا
الطوماطيش والبصل هكذا تور 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 حتى ندورو كاع. هذيك الطريقه تاعهم كيفاش. بالكم بلي السردين هاد ليامات راهو بكثرة وراهو رخيص، تما لازم تسيو هاد الوصفة. بطاطا طوماطيش والبصل، إذا شتو بلي حبة هاديك صغيرة تقدروا ديروا وحدة قدام وحدة هكذا. حطوا ظفارس زيدوا عليه زوج حبات، باسكو مع الاول درنا زوج حبات. دوكا زيدوا بطاطا طوماطيش ونديرو تاع البصل. البطاطا تاعنا قلت لكم طيبه نص طياب، شوف هاي تتكسر هذاش باسكو السردين ماهوش راح يطيب بزاف، تسمى ما تسحقوش النار بزاف، سينو البطاطا تاعكم ما طيبش، تسمى لازم طيبوها نص طياب، ما طيبوهاش حتى تذوب كاع تكون شاده روحها. هادي خليتها مزدتلهاش من الفوق هكذا حتى نعاودو ندورو كاع ويجي بلا شباب. قلتلكم تبدلو شويه سيرتو عباد اللي ما يحبوش بزاف الزيت. كي تشوفوا قلت لكم حبه صغيره ديروا زوج حبات هكذا وحده قدام وحده. حطوا لافارس تاعكم بطاطا وانا اللي داير هنايا بطاطا وطوماطيش والبصل. نتوما تقدروا ديروا حاجه واحده اخرى، تقدروا ديروا بطاطا طوماطيش والطرشي، تقدروا ديروا الخضره اللي تحبوها، ماشي لازم لافارس هكذا. نزيدو واحد اخرى ومن بعد نديرو تاع الوسط.
وكنديروا بلاصه في الوسط، ديروهم هكذا بالطول شي يجوا شابين. كما قلت لكم السردين راه وقتو هاد الايامات، بس ما لازم تبروفيتيو وراه رخيص، بلا ما ننساو لي فيتامين اللي فيه، خير ملي تشري الدجاج واللحم. هكذا الطاجين تاعنا تعمر، لو كان ديرو له ديكوراسيون من الفوق بالقارص، نزيدو هدية لاصوص من الفوق. هكذا كم تبدلو شويه حاجه شابه، وممكن تحطها هكذا في الطابله طيبه، حاجه روعه. قلت لكم دوكا نديكوريوه من الفوق بالقارص ونحطوه يطيب. بون انا راح نديرو فوق النار، انتم تقدروا ديروه في الفور يخرج ثاني حاجه مليحه. ديرو ديروندال تاع القارص، هكذا نشعلو النار. ما تنساوش ديروا شويه زيت زيتون من الفوق هكذا، لو كان غلقوا عليه وخلوه واحد ربع ساعه هكذاك يكون واجد الطاجين تاعنا. الطاجين تاعنا راهو يطيب، قلت لكم 10 دقائق يكون واجد. دوكا غير تشوفوا بدا يغلي شويه نقصوا للنار. دوكا قلت لكم الطاجين تاعنا نقدموا معاه مخيطو حاجه بارده، خملي تشري الغازوز وكاع. دوكا نوري لكم الطريقه تاع المخيطو، حاجه سهله، حاجه تقدروا كاع ديروها في الدار. بون المخيطو تاعنا لازم لنا لي كلاصون. انا هنايا راني عصرت زوج حبات قارص، خرجوا لي هكذايا كاس، وتسحقوا ماء بارد. نسحقوا معاه ثاني السكر ورق تاع النعناع. بون الحاجه الاولى نغسلو نحو ريحة تاع السردين، الموس اللي خدمنا به السردين خلوه تكوتي، جبدو واحد اخر باش الجو تاعنا ما يريحش السردين. دوكا قلت لكم عندنا
زوج حبات قارص راني عصرتهم لي غلاصون عندكم. انا ندير زوج مغارف تاع السكر ومن بعد نتوما والكو تاعكم حبيتو يجي بزاف حلو ديروا ثلاث مغارف. نسحقوا زوج كيسان كيما هادو تاع الماء تسمى كاس تاع هدايا تاع السيترون نسحقوا فيه زوج كيسان تاع الماء. نسحقوا قيس كاس تاع لي غلاصون سما الا ما تستعملوش لي غلاصون ديروا هنا ثلاث كيسان. كاس تاع القارص هو يسحق ثلاث كيسان تاع الماء. الا ديروا لي غلاصون ديروا زوج واحد تاع لي غلاصون. الحاجه الاولى حطوا لي غلاصون تاعنا الخلاط ورق تاع نعناع لكم حاجه فري بريباريها بيدك انت على بالك واش كاين غير ملي تشري الكازوز وكاع ويخرج حاجه روعه. دوكا نزيدو زوج مغارف تاع السكر. قلت لكم انا هنا انا راح ندير زوج مغارف ثم الى حبيتو يجي بزاف حلو ديروا ثلاث مغارف واللي ما يحبش كاع السكر ما يديرش السكر ماشي لازم. نديرو قارص تاعنا الطاجين تاعنا الى بدا يغلي مازال قلت لكم غير يبدا يغلي شويه نقصولو باش يطيب يتجمر غير بالعقل. دوكا نرحو لي كلاصون تاعنا اللي درناهم هنا غير يترحى شويه نزيدوا له هذوك زوج كيسان تاع الماء. تقدروا تستعملوا الفيشي حاجه واحده اخرى. الماء هذا ثاني لازم يكون بارد باش علاش غير يوجد المخيط تاعك تشرب ما تقعدش تستناه يبرد. المخيط تاعنا راه واجد وبارد بيان كلاصي. ندوق نشوف اسكو بزاف حلو. هاي دوكا المخيط تاعنا نحطو هنا بيد ما يوجد الطاجين تاعنا خلوه يزيد يبرد شويه. لي كلاصون هادوك مازالهم شادين روحهم. خمس دقايق وانت درت مخيطو بارد خير ملي تشري كازوز وحاجه طبيعيه بريباريها انت بيدك على بالك واش فيها. زوج حبات قارص خرجوا لنا خير وبركه. ها نحطوه يزيد يبرد شويه يا كل حاجه هو راه بارد. دوكا اعزائي المشاهدين المخيط تاعنا راه واجد خليناه يبرد والطاجين تاعنا كيما راه وبدا يغلي. دوكا هنا نقصوا له النار ونخلوه يتجمد غير بالعقل. نروحوا فاصل ونواصل. اعزائي المشاهدين انا عاودنا ولينا لكم كيما راكم تشوفوا الطاجين تاعنا راه واجد الله الله مجمد ودرنا معاه قلت لكم مخيطو بارد بلي كلاصون حاجه خفيفه تاع الصيف. قلت لكم ايفيتيو هذاك الكازوز كاع بريباري مخيطو تاعكم
نتوما في الدار زوج دقائق نتوما فريتوها. الطاجين تاعنا نوري لكم كيفاش خرج، ندير سيو برا هاوديك. هاوديك اش يجي الطاجين تاعنا، حاجة شابة. نزيدو له رونديلة تاع قارص من الفوق، ديكوراسيون شوية زيت زيتون. والمخيطو تاعنا هاوليك واجد، نديرو شوية لي كلاصون ونفرغو هاوليك كيما راكم تشوفو كيف كيف قارص. مشاهدينا الكرام، الحقنا إلى نهاية عدد اليوم، إن شاء الله تكون عجبتكم الوصفة اللي درناها اليوم. نعطيكم موعد في العدد القادم مع وصفات واحدة أخرين. سلام.